كنظن واقيلا هاد الشروط هادو عيقوا فيهم شي شويه، حيت ميسي هو كنعرفوا بانه ملاعب كبير وما يمكنش يطيح السمعه ديالو على مجرد واحد مباراه لعبها في المغرب. زعما الشروط ديال ميسي كانت مبالغ فيها، واخا ميسي عزيز علينا وتنبغيو داكشي، ولكن الشروط مبالغ فيها. اللي طلب ميسي وداكشي من حقه، السيد نجم كبير، نجم عالمي، ولا بد يطلب الشروط اللي طلب مثلا لي غارد كور كلوب. ياك يا واش ما ادي حتى شي واحد، لان واحد مره اخرى واحد ما جي كيجبد له يدو ولا غزم له يدو، الراجل بقى عاوتاني 6 سيمانات والراجل كيسوى الفلوس اللي غيخسروا عليه. الشعب ديالنا هو اللي يعني يستحق هذا الشيء هذا. ما الخاوه اش نقول لك، ميسي حايل ولد الناس، فهمتي؟ ما كنظنش يقول هذا الشيء. الراجل عطيناه مليار، علاش ما يتصورش مع بنادم ولا فهمتيني؟ يعني عادي يا الخوي الهضره. هاد الاشاعات ميسي وهادشي اللي كازا اللي خرجت، واصلا هادشي ماشي بصح، حتى علاقه مع هادشي موه. هادشي هاد الاشاعات اللي كانوا ما اصلا كاع مواقع عندي انا ما سمعت منهم حتى شي حاجه، وكانت شي حاجه راه اشاعات خرجوا من كازا وصافي.